الموارد هذوما شنو مش نعمل؟ عندنا الفلوس تاع تيليكوم هذوما اللي ولاو ان تابو. هذوما اجيال صحيح، هذه كانت النية نتاعنا. اما النية نتاعنا كان جينا في وضع عادي. هل فما حاجة استثنائية تصير في البلاد أكثر من ثورة؟ يا أخي كي نحطوا احتياط، ما هو احتياط للأيامات الصعيبة. يا أخي فما حاجة صعيبة في بلاد أكثر من اللي تصير فيها ثورة؟ الكويت في 35% من رأس مال شركة اتصالات تونس، راهو كي نستحقوه نستعملوه وإن شاء الله نرجعوا كيفه وخير. معناتها في الاحتياطي بتاعنا، احنا هالتفويت هذايا العملية الكل كانت 2900 مليون دينار كي صارت في 2006. تم استعمال قسط منها في 2006 ب 430 مليون دينار. قسط آخر في 2007 ب 358 مليون دينار. وقتها معناتها. في 2012 تم استعمال 507 مليون دينار وتزاد لهم 392 مليون دينار، والسنة في أكتوبر نظرا للتأخر هذا استعملنا 500 مليون دينار، يعني ما يقارب 816 مليون دينار، وما زال عندنا نفس المبلغ، يعني 800 قرابة 900 مليون دينار اللي ما زال مبلغ موجود في الرصيد، إن شاء الله ما نستعملوش. احنا نخير أنه ما نستعملوش، أما إذا استعملنا هالجزء هذا وهذا جزء من الاحتياط متاعنا، معناتها ما هوش مش يتكلفنا فلوس بالنسبة للتدين. واحنا ساعات نقعد معناتها واحد يقول ما ندينوش وما تمشيش للفمي وما تستعملش الفلوس بتاع تيليكوم معناتها المدخرات بتاعك، إيمان شنو نعمل؟ وما تزيدش في الضرائب. ما هو هذا ليكيليبر، هذا ليكيليبر اللي نحاولوا نعملوه. ليكيليبر قلنا تأخر إصدار الصكوك نعبيه، نستعملوا هالموارد جزء منها شطرها معناتها من المليار دولار استعملنا شطر، وإن شاء الله ما نستعملوش القسط الآخر في إطار الوضع العام وتحسن الوضع العام.